وبعد التكبيرة الثانية وبعد أن يعفو عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج. اجتهد في الدعاء وأخلص فيه، عسى أن يرزقنا الله عز وجل بمن يخلص لنا. بعد التكبيرة الرابعة تدعو لك ولأمواتك. المرأة تغطى لأنها العزيزة، قصة الماضي على رؤوس كل المسلمين هي الأم. الواد أخوه سكلان. أعتقد إن مصر النهارده فقدت الحوايج، يعني كده في لفه كده مصري أصيل فرد سعد الدين حجاز. أنا بقدم طبعا خالص تعازي لأسرته الكريمة، وأقدم خالص تعازي للشعب المصري كله، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله ربنا يصبر يعني ينزل صبره على الأسرة الكريمة، وأن يعوضنا جميعا عنه خيرا إن شاء الله بإذن الله. ونسأل الله المغفرة والرحمة.